كمان ريان قناة دي ام سي. كنت عايز اعرف من حضرتك، هل ده هيطبق النظام الجديد مع الدفعة اللي داخلة اولى ثانوي الجاية؟ والحاجة التانية في موضوع الغش وتسريب الامتحانات، هل النظام الجديد ممكن يكفل ان يتم وضع حد لهذا الموضوع؟ لان طبعا هذا الموضوع بيؤرق الاسر المصرية وبيهدر تكافؤ الفرص. طبعا يا فندم هيطبق السنه دي ان شاء الله في العام الدراسي القادم. وطبعا موضوع الغش ده ان شاء الله طبعا يعني بنحط له اليات فنيه تقنيه تنفيذيه ان احنا نقدر ان شاء الله بيها نقضي على هذا الامر تماما.